يعني انا كنت مثلا مقرر انه انا مش هغني لشخص باي حال من الاحوال الا لو كان جمال عبد الناصر او ابويا. ففي ظرف مره من ضمن المرات اجبرني ان انا اغني في لعيد ميلاد اميره من الاميرات. عشان كان عليا مشكله في الضرايب. هي دي حاجه طبعا يعني كل المطربين اللي سبقوني عملوها. يعني من اكبر راس يعني من ام كلثوم وعبد الوهاب وفريد وعبد الحليم يعني كل المطربين عملوها، لكن انا كنت مقرر ان انا ما اعملهاش. وانه يعني كان صعبان عليا ان انا ما كنتش موجود في عصر عبد الناصر، ان كان نفسي جدا اغني لحاكم الشعب بيحبه، لان هي توريطه لو الفنان بقى منسوب او محسوب على حاكم الشعب بيكرهه بتبقى مشكله. لان هو بالتبعيه هيتكره. فالمهم يعني عشان ما رغيش كتير في الموضوع ده، اضطريت لمشكله ضرايب، ما كانش معايا فلوس ادفع فلوس الضرايب، فان انا اغني الاغنيه دي. يعني ما وقفتش في حفله الاميره قاعده وانا غنيت، لا هي اتسجلت سجلتها في استوديو وراحت لهم. يعني وده خطا علي الحجار، حسيت انه ده يعني خطا، يعني ما كانش مفروض اعمله، لانه انا كنت واخد عهد على نفسي ان انا ما اعملش كده، لكن ما كانش قدامي حل تاني.